السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نترقوا واحد الموضوع عنده أهمية ونعلو بليس الصيام في رمضان والأمراض المزمنة. نبدأ بكلام الله وأحكام الله. الله قال لك كتبنا عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم. احنا يا للأسف رغم عندنا المرضى بأمراض مزمنة كثيرة، واحد قبل ما يدخل رمضان لازم الاتصال والأوامر والتوجيهات تكون من طرف الطبيب العلاجي بالفرنسوية لو ميدسان تريتان. علاه طبيب العلاجي؟ ناخذوها في مرض السكر يا للأسف هو اللي منتشر، وناخذو تاع ارتفاع الضغط الدموي هو اللي منتشر. ناخذو مرض السكر، علاه نقول لك الطبيب العلاجي؟ لان راهو يتبع فيك مدة كاين وين مدة سنوات، يعرف الانضباط، يعرف تراقب دير التحاليل تاعك تاع السكر، يعرف الوضعية تاع قلبك، يعرف الوضعية تاع عينك، يعني يعرفك اولا وقبل كل شيء. هذه بث ممنوع هو اللي يستعمل الانسولين. كاين اللي يقول لك انا عندي الانسولين نصوم ما يصرى لي والو. وانت تقول ما يصرى لي والو، هل دير التحاليل؟ علاه؟ لان مرض السكري الاعراض الجانبيه تاعو الخطيره هي الله يحفظ كاع المؤمنين. وهنا نقول ماشي اللي عنده مرض السكر دوك يفقد البصر تاعو، مانيش نقول هذه مرض السكر اللي طالقها بامور يعني انا خاطيني ندير واش نحب وربي هو لا ربي اعطاك توجيهات. لاتونسيون نفس الشيء، بنادم يتناول ادويه اولا كاين ريجيم نمط غذائي، وثانيا هذوك الكاشيات في لاتونسيون كي نشربهم عندها وقت اللي يكون فيها فعاليه. كيجي رمضان نشرب الدواء الا وفقط في الفطار، لا هنا نروح فيزيتا عند الطبيب المعالج هو يعاود يسقم لي الاوقات تاع تناول الادويه. وحاجه واحده اخرى ونقولها بالدرجه، ما تجيبوهاش رجله انا نصوم. كي راك تصوم راك تأدي حياتك في الخطر، به من بعد تحصل في الصوم تحصل فيه هو اللي قتله. هنا راك استغفر الله يا ربي تحصل في الله. الله أعطاك شروط تاع الصيام. والسلام عليكم.